مبارك نعيدكم متابعينا في الإمارات والوطن العربي. اليوم نحن معاكم عشان نعلن أسماء الرابحين في مسابقتنا اللي قدمت جوائز نقدية والكثير تفاعلوا معنا، وتم اختيار 4 فائزين لليوم. جاوبوا على السؤال صح وكملوا شروط المسابقة، اللي هي إنكم تسوون فولو لمنصاتنا على التواصل الاجتماعي، وبعد تاج لثلاث أشخاص من ربعكم وشير للفيديو. والرابحين هم عدنان الزواهي، سهى مصطفى، يوسف ربيع موسى، وغدير سامي. مبروك لكل الفائزين، وكل عام وأنتم بألف خير.